بعد انقطاع دام 50 سنة أعيد بعث وعدة سيدي سعيد بخميستي في تيسمسيلت. وعدة سيدي سعيد جوها على البيت من بعيد، وهذا عم سعيد نطلبوا نفرحوا فيه. تقليد سنوي عرف مشاركة واسعة، وهذه الوعدة راه عندها 50 سنة من 69 لليومين هذا 2019، وعلى كل حال راهي 25 ولاية هنا في هذه الوعدة، فيها حوالي 26 علفة، كل علفة فيها حوالي 15 فارس حتى 16 فارس. الوعدة التي تتزامن مع بداية موسم الحرث هي فرصة للتصالح والتسامح وحتى التعارف. هذا ملتقى تاع وعدة يتواعدوا، بلاتي عادي يتواعدوا، يوقع فيها الصلح، التعارف، نرجع للتراث، عمري لا نهمل، ونتبع أجدادنا، ناخذ قرار في الوعدات خيام بالناس تجمل، ومتقابلين بشحال نقار. نختم بالصلاة على النبي المرسل محمد يشفيعنا طيب الأذكار. عودة وعدة سيدي سعيد بخميستي لم تكن بمنأى عن السياسة وما تعيشه الجزائر في الوقت الراهن. لازم نحضروا الانتخابات، وهذه بلادنا الجزائرية الحرة بنت العزل. غادي نوصف فيك يا حرة الأحرار، غادي نوصف فيك ونعاود المثل على الجزائر به يا عالم الأوقار. يا حليلي بعلام لا هلا الوطن والجزائر ضاويه في وسط النار. 62 تاريخ مسجل، ارحم يا ربي الشهداء الابرار. طلقات بارود، انغام، رقص والعاب فانتازيا رسخت عاداتنا وتقاليدنا الاصيله وعكست التكافل الاجتماعي في مبادره سميت وعدة سيدي سعيد.